أشارت شركة فولكسفاجن الألمانية التي تعد أكبر مصنع أوروبي للسيارات عن تفاؤلها بتحقيق أرقام قياسية خلال عام 2012. فولكسفاجن تأمل تحقيق أرباح بنفس الحجم التي حققتها خلال 2011، حيث وصلت أرباحها إلى أكثر من 15 مليار يورو. ويشكو قطاع السيارات في أوروبا من منافسة السيارات الأمريكية من جهة والصينية من جهة أخرى.